أنقذ خبراء الحياة البحرية الأستراليون يوم أمس أحد صغار الحوت الأحدب بعد أن وقع في شرك شبكة لأسماك القرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، وعلق الحوت في الشبكة التي تحملها عوامات وتهدف لحماية راكبي الأمواج والسباحين ومرتدي الشواطئ من هجمات أسماك القرش على بعد نحو 500 متر قبالة شاطئ غرين ماونت في منطقة جولد كوست في ولاية كوينزلاند.